لأن هذا الموسم الإسلامي يعني تحرضوا أن يفعلوا فيه البيع والشراء، فنزلت الآية بأنه ليس عليهم جناح أن يبتغوا فضلا من ربهم وذلك بالاتجار في موسم الحج. قال حدثني محمد هو بن سلام عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس عمرو بن دينار قال حدث قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا